الامريكي الكابتن عمرو نعمة الله. كابتن عمرو برحب بحضرتك. ربنا يخليك يا رب، اهلا بيك. كابتن عمرو اكيد يعني بتشرف بوجود حضرتك في قناه النادي الاهلي، وزي ما انا قلت حضرتك يعني اكيد مشرف مصر بوجودك في امريكا وفي الدوري الامريكي. حضرتك مدرب فريق هيوستن دايموند الامريكي، اعتقد ان هو الفريق الاولمبي، وبالتالي سن مهم جدا وسن فارق وحاسم في مستقبل لاعب كره القدم. اكيد طبعا، هنا البلاير ديفلوبمنت بالنسبه يعني الشباب او السن الصغير دي حاجه اساسيه، واغلب المدربين العاليين في التدريب بيبقوا دايما مع الاعمار الصغيره. حضرتك شايف تجربه هيوستن دايموند ازاي، وايه اللي حضرتك شايفه بالنسبة للكرة الأمريكية في المستقبل والأولمبيات القادمة؟ وبالنسبة لحضرتك، هل حضرتك شايف أن الـ MLS في تطور، وأن حضرتك ممكن في المستقبل تكون إن شاء الله موجود في إحدى الفرق اللي موجودة في الـ MLS كفريق أول، وحضرتك كمدير فني إن شاء الله؟ والله لكل مبتهل النصيب يعني، والله انا اتمنى طبعا، انا بعمل عليها كل يوم. لازم الواحد يطور من نفسه كل يوم، لازم الواحد يكمل دراسه ما يوقفش عند الحته اللي وصلها، ودايما يحاول يعني زي ما بيقولوا كده يطلع من الكومفورت زون بتاعته، او ان هو يعمل تشالنج جديد لنفسه يعني. يعني وجود لعيبه مصريه زي عمرو طارق وعلي غزال في الام ال اس، هل حضرتك شايف ان اللاعب المصري ممكن يتاقلم في الدوري الامريكي، وان عمرو طارق وعلي غزال هل بيقدموا، او حضرتك شايف ان هم بيقدموا مستويات جيده، وان الام ال اس ممكن يكون مستقبلا يزيد فيه عدد المحترفين المصريين؟ هي بترجع لكذا حاجه، بس هي دايما بتبتدي على سياسه النادي، تمام، ستايل اوف بلاي بتاع النادي، احتياج النادي، دي حاجه اساسيه. بس انا شايف ان اللعيبه المصريه يعني مهريه جدا، وفي تنافس مستمر مثلا مع اللعيبه اللاتينيه. اللي بيفرق عن اللعيب اللاتيني واللعيب المصري تقريبا هو السرعه والقوه، يعني احنا دايما بنفتقد السرعه والقوه لل 90 دقيقه، ما بتكلمش على مثلا فترات تانية، دايما بتتقاس 90 ل 120 دقيقة. فاللاعب المصري ما اعتقدش ان هو بيأدي بنفس السرعة والقوة اللي بيبتدي بيها المباراة، ودي بتأثر على سمعة اللاعب المصري عامة يعني. بس اعتقد علي غزال ماشي بشكل كويس جدا، لاعب محور رئيسي في الفريق بتاعه. عمرو طارق ماشي كويس جدا 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 يعني، اعتقد ان هو علامة من علامات يعني اورلاندو سيتي بصراحة يعني. يعني هل حضرتك شايف كمان ان وجود نجوم كتيره في الام ال اس زي روني وزي كاكا وزي زلاتان ابراهيموفيتش وزي كمان ديدييه دروجبا، هل شايف ده ان هو بيزيد من قوه الام ال اس؟ وهل حضرتك شايف ان كده الفكر بالنسبه الخاص للانديه ان يتم استقطاب نجوم علشان يلفتوا الانظار العالميه وكمان الصحف والسوشيال ميديا، دي حاجه بتفيد الام ال اس، ولا وجود اللعيبه في سن كبير دي حاجه بتضر اللعيبه الشباب اللي موجوده في الدوري الامريكي؟ والله احنا ممكن نرجع لفتره كلينتمان لما كان ماسك يعني، هو كان تمام، هو كان يعني بيرجح وجود لعيبه كتير زي مثلا باكام ايام لما كان بيلعب، ودلوقتي عندك بيرلو بيلعب، وعندك تيري هنري بيلعب، ابراهيموفيتش بيلعب، كل الناس دي بتيجي بتاثر في الدوري الامريكي اكيد، لان هو بيسميهم البيج فيش او السمكه الكبيره. فانت لما دايما بتلعب قدام واحد بالخبرات دي ويعتبر هو البيج فيش بالنسبه لك، وانت يا دوبك سمكه صغيره جنبه، انت بتجتهد عشان تقدر تقف قدامه، فاكيد بتطور من اللاعب الصغير. الميزه في الدوري الامريكي ان هو بيجبر النادي ان هو لازم يطلع خمسه من الناشئين بتوعه، لازم يعملوا ساين اب مع بعقود احتراف، ولازم يلعبوا في الفريق الاول. فانت عندك دايما مخزون من الاكاديميه بيعمل فيد للفريق الاول. اعذرني وبستخدم الترم الاكاديميه، لان الاكاديميه هنا هي الاساس للنادي، واليوث او البراعم بتستخدم للحاجات اللي هي يعني مور بزنس اورينتد، يعني اللي بتجيب فلوس وكده. انا عارف ان في مصر بيستخدموا لفظ الاشبال. مظبوط. يعني هو في فرق، احنا عندنا هنا الاكاديميه دي ليها علاقه بتهتم بكل ما هو موجود في كره القدم، اي حد من حقه انه يكون موجود فيها، لكن وجودي في فريق الاشبال لازم يكون عن طريق الموهبه، او ان انا لاعب اقدر الفت الانظار. هي معكوسه هنا في امريكا. بالظبط. تقول ان انا بلعب اكاديميه يبقى انت كده انت برستيج، انت كده وصلت
يعني اعلى حاجه ممكن يوصلها لاعب ناشئ يعني. طيب اخيرا عايز اتكلم مع حضرتك في وجود زلاتان ابراهيموفيتش واختياره افضل لاعب في الدوري الامريكي بعد ما كالعاده هو بيروح اي حته بيلفت الانظار اللي موجود، هل حضرتك شايف ان اختياره يعني هل يستحق جائزه افضل لاعب في الدوري الامريكي؟ وهل حضرتك شايف ان هو ممكن يمشي فعلا يروح اي سي ميلان بعد المفاوضات اللي بتجرى معاه حاليا، ولا هو مستريح في امريكا والاجواء كلها مساعداه بيلعب في اقوى فريق او من اقوى الفرق اللي موجوده في امريكا، وبالتالي هو مش عايز افضل من كده في انتهاء او انهاء مسيرته الكرويه؟ بص، هي الكرة في أمريكا ابتدت صناعة، ما ابتدتش رياضة، هي ابتدت صناعة، فهي بالنسبة لهم كل حاجة أرقام. أنت لو بصيت على أرقام إبراهيموفيتش بتجبرك على إن هو لازم يكون لاعب أحسن لاعب في الدوري الأمريكي. مظبوط. واحد راجع من إصابة في الركبة جامدة في أقل من سنة، بيحقق يعني نسبة أهداف عالية، 22 هدف، لعب 26 مباراة، عمل 10 أسيست، لعب اكثر من 2100 وشويه منت دقائق في الملعب، سجل الجون رقم 500 في تاريخه. مظبوط. جول الدوري الامريكي ضد تورونتو، واخد هو اللاعب الوحيد اللي من بره امريكا اللي ترشح خلال سيزون واحد ان ياخد الاي تي ان تي ام ال اس جول اوف ذا يير، او اللي هو احسن هدف في الشركه الراعيه بتاعت الكوميونيكيشن اي تي ان تي. فانت بتتكلم ان الراجل عمل يعني ارقام في فتره قصيره بعد اصابه كبيره، غير ان هو بيتفوق على بقيه الام ال اس كلهم في عدد مبيعات التيشيرت بتاعته. فالارقام كلها بتقول ان ابراهيموفيتش كان لازم يكسب، يعني ابرا لو ما كسبش كان هيبقى في حاجه غلط في العمليه السياسيه. ولو بصيت على تجربه باكم لعب في امريكا وبرضه في ال جي جالاكسي نفس النظام، وراح بعد كده لعب في فرنسا، وبعد كده لعب في بصراحه رحيم لعب برضه في ايسي ميلان. فانا مش شايف ان الفرق كبير، بالعكس انا شايف ان هو الدوري الامريكي احسن دوري تقدر ترجع فيه من اصابه، لان فيه احتكاك وسرعات وقوه وكل حاجه، بس ما فيهوش الكوره المتعبه بالنسبه للاعب كبير زي ابراهيموفيتش. يعني كابتن عمرو نعمه الله، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي. كابتن عمرو هو مدرب فريق هيوستن دايموند الامريكي للسن الاولمبي، وكل التوفيق لحضرتك ان شاء الله، ونشوفك يعني موجود في احدى الفرق الام ال اس قريبا باذن الله. ده كان كلامنا بخصوص السوبر كلاسيك.